لقاءات روحية تقدم البوق الروحي، فقرة أرثوذكسية يومية، اليوم وكل يوم ما عدا الأحد. يقول قدس الأب المتقدم في الكهنة جيورجيوس بابا بارنافاش: كان القديس يعقوب أخو الرب أول أساقفة أورشليم. كان ابن يوسف خطيب والدة الإله من زوجته الأولى، وكان يعتبره اليهود أخ الرب. إلى جانب هذا سمي أخ الرب للأسباب التالية: أولا لحالته الرائعة والعديد من الفضائل التي بسببها سمي أيضا بالصديق. ثانيا لأنه لم يكن في عدد الرسل الاثني عشر، ولم يحظى بامتياز أن يدعى رسولا في البداية، ومن ثم حصل على امتياز لقب أخي الرب. ثالثا جعل المسيح وريثا له حصة في أملاك أبيه، بينما كان الإخوة الثلاثة الآخرون رفضوا أن يفعلوا ذلك. هذا ما يقوله القديس نيكوديموس الأثوسي عند حديثه عن الرسائل الجامعة. تم تكريمه أكثر من جميع إخوته، وهذا ما يظهره القديس يوحنا الذهبي الفم عند حديثه عن أقارب ربنا يسوع المسيح بالجسد. يقول القديس يوحنا الذهبي الفم أيضا أن جميع المؤمنين أطلقوا عليه لقب السيد أي أسقف، ويعتبر القديس يعقوب أخو الرب أسقف الجميع ومعلم الجميع. كان لرأيه وزن كبير كما نقرأ في سفر أعمال الرسل. وبصلواته أيها الرب يسوع المسيح إلهنا ارحمنا وخلصنا آمين.